السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محمية لأحد الأشخاص، اللهم بارك ويسمح لنا بتصويرها. الله ما أعرفها لكن شفتها في هالبر. شوفوا هناك شلون الدشاش بيض، ما في شيء. وشوفوا هنا، شوفوا الأرطاء، اللهم بارك. ونصي وأرطاء وعارف هج. شوفوا النص إيش كبره، شوف شوف شوف. وعرفج وما شاء الله، شوفوا على مد الشوف، اللهم بارك. شوفوا الفرق بينها وبين اللي برا، اللي برا بحصة بيضة وهني اللهم بارك. شنو الفرق يا اخوان؟ حتى مرخ زارع وارطة وعرفج. شنو الفرق يا اخوان؟ الفرق الحماية فقط لا غير. شوفوا شلون تراكم الرمال هني، هذا اللي يمسك الرمال عن الطرق السريعة. شوفوا ماسك الرمل كله، ورا ما فيه رمل. هذه الحماية وهذه البيئة، احمي البيئة ترد تتأهل وتكون أحسن من قبل مليون مرة.